الجهاد نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع لما حد بيهجم عليك من الأعداء بتدفعه، بتطرده عن بلدك، ده شيء منطقي وبديهي يعني. لكن النوع اللي بينكره بعض الناس الآن للأسف في الإعلام وبيفسدوا على الناس أمور دينهم، وهو جهاد الطلب، إن المسلمين مطالبون اللي هم يفتحوا الأراضي ويعمروها بالإسلام. ففي بعض الناس طلعت تقول لا يا جماعة، ده الإسلام ده يعني إحنا في حالنا وإنتوا في حالكم، ومالناش دعوة ببعض، والله يا دي الإسلام قبلتوه قبلتوه، ما قبلتوه السلام عليكم. طبعا ده كلام في غاية البطلان، لأن من أنواع الجهاد جهاد الطلب. قالوا لا، ده ربنا بيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اللي قاتلكم تقتلوه، غير كده لا. ودي آية في القرآن، أقول لك صح، لكن آية جاءت في تدرج تشريع معين لا يجوز الاستدلال به. يعني إيه؟ يعني الخمر، هل ينفع حد يقول لك إن الخمر حرام في الصلاة بس ويستدل بقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ قال لك أول آية بتقول الصلاة ما تقربوهاش وأنتم سكارى، غير كده ما فيش مشاكل. أقول لك لا، لا يجوز الاستدلال بهذه الآية على ذلك، لأن دي كانت مرحلة معينة من مراحل تحريم الخمر، لأن الخمر الأول ما تحرمش. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تبتدي النفوس تتهيأ إن ربنا هيحرم الخمر، لكن في وسط رسالة الإسلام كانت الخمر مش حرام، يعني الإسلام موجود والناس بتشرب خمر وليس حراما، بس بدأوا يتهيأوا وإثمهما أكبر من نفعهما. تاني مرحلة تحريم الخمر في الصلاة بس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، غير الصلاة يجوز شرب الخمر. يبتدي النفوس تتهيأ، لأن الخمر كان بالنسبة لهم أو بالنسبة لكتير منهم زي شرب المية، صعب اللي هم ينتهوا عنه مرة واحدة. وبعد كده جه المرحلة الأخيرة في التحريم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى استقر التحريم على إيه؟ على تحريم الخمر كله. كذلك الجهاد مر بمراحل، أول مرحلة ممنوع الجهاد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تصبروا بس، لكن جهاد مفيش جهاد. جت المرحلة الثانية اللي هو الإذن بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لما راحوا المدينة في إذن وليس أمر، إذن بالقتال. المرحلة الثالثة الأمر بالقتال، بس في حالة لما حد يعتدي عليكم بس. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. المرحلة الرابعة والأخيرة الإذن المطلق بالجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى محدش يستدل بمرحلة من مراحل التحريم على حكم، لأن استقرت التحريم على شيء معين، أو بمرحلة من مراحل فرضية شيء معين، لأن الفرض استقر على شيء معين وهو وجوب الجهاد. ده من التلبيس اللي بيعمله بعض الناس، لكن الجهاد يبقى إلى يوم القيامة بنوعيه، جهاد الطلب، جهاد الدفع وجهاد الطلب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.